طبعا صبحكم الله بالخير. صبحت بالنور يا ابو غازي. أبى اسألكم سؤال. اسأل. هالحين الضيف المعزب اللي يقلط مع ضيوفه فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ تقصد احد فينا ولا تبغى اجابه؟ لا اجابه عامه، ما اقصد احد، بس الضيف اللي يقلط مع ضيوفه فيها شيء ولا عادي؟ انا عندك ابو غازي. ها؟ على حسب. كيف على؟ اذا الوضع شبابي وحبي ودي نفس كذا ما فيها مشكله. اذا في اجناء وضيوف من برا القبيله انا من وجهه نظري انه ما يجلس معه. هذا الموضوع انا يا ابو غازي اقول على حسب الرجال اللي جالسين على الصحن ضيوفك. ان كان فيه مجال فانت اقلط معهم بالعكس، ومن حب ضيفانا خاشرهم. وان كان لا والله الصحن مصطفى لا والله خليك انتظر دفعة ثانية ولا اكيد اكيد يبي ينتظر. فين حينتظر يا اخي؟ يقعد المجلس ولا جنبهم ولا عند اهله ولا ايش؟ شوف يا ابو عمر، انا ما احب الرجال اللي لا قلط ضيوفه قام يدور عليهم فوق. تعش تغد تعش ازعجنا. مالكم قافي مالكم قافي. ترى من محبة يا قاضي، عارف من محبة ما خلاني اكل لقمة. تحرجه قلط ضيوفه قلطهم راح يجلس في المجلس لين يخلص. تقول اول مرة يحزم. تعال تحقق احلامك قدام بعدين اقرع هنا خلينا اروح اتوقف. والله انا اشوف يا الربع ان من حب اسمع الشباب. طيب من حب ضيف خاشر اشوفكم سكتوا والموضوع ما بعجبكم وخلاص. افلي فلفول احسن لي. لا وفي ناس نتخازرني نتحسب حق تقصد ده اصلا من جينا عندهم يخاشر. والله اني مغرض اضربها كذا. انا اشوف الرجال لا دفع فلوس على الاكل وكان غالي يقعد معه. الله يحييك. وخاصة إذا كان أكل عسل يكون عسل.